والله هلا ابني نام، كنت عم نظفه وعم عزل البيت كله. الله وكيلك، بتعرفي بعد التعزيل بصير الواحد بده يعقم كل قرنه من بابه لمحرابه. وانا كمان هلا شطفت البيت كله، شطف بالمي، بالمي والكلور، ودرج البنايه كمان كله شطفته. انا كمان، انا كمان. لك بس شو دخل هلا درج البنايه بحفوضه الولد؟ مقدوره عليها تنظيف بالبيت يعني، بتعرفي نونو هون وهنيك يعني، والكبيره كمان. لك ذكرتيني، يا الله يا الله، ذكرتيني لما كنت عم نظف ابني انبح صوتي وانا عم فهمه. لك الجيران سمعوا صوتي، يا الله ذكرتيني بهذيك الايام. ايه لا تشكري ببكي لك، نحن نص الجيران البنايه كلها اشتكوا علينا. الله وكيلك، صوتنا مجرسه الدنيا يعني، الاولاد بضلوا عم يتقاتلوا ويتخانقوا، هاتوا وشيلوا قيموا حطوا. الله وكيلك، بضل عم صدح عليهم انا كمان مشان صوتي يعلى على صوتهم، شلون بدهم يسمعوني لكان؟ لا تقليلي لك، اخ من هالولاد شو بيتخانقوا. انا ولادي مو بس بيتخانقوا، كانوا يفركشوا بعض، بيعملوا مقالب. احمدي ربك انه انت بس خناق محلول. لك هيك حكي بيعبك. لك شو محلولة انت التانية تفي من تمك؟ بكفي انه قلبي عليهم كل الوقت، خاف حدا انهم ينأذى، وخاصة الصغير ولدته خديج بأول أسبوع بالسابع. الله وكيلك يعني معذبني، تعرفي قصة مناعة ووزنه ما عم يزيد كمان. لكن شلون اسأليني، انا اولادي كلهم خدج، كلياتهم بولدهم اول اسبوع بالتاسع. تخيلي ما بكمل شهري، ما بكملوا، ها كلياتهم خدج. ليش ما بتخطج عايشين؟ وين عايشة هاي؟ وكمان مثل ابنك على مرض رايح ومرض جاي وحرارة ووزنه قليل، بس انتي حطي له ضعف معيار البودرة. قللي الميات بينفش، أو وينك حطي له بسكوتة بالقنينة، فورا بزيد وزنه. ايه صار هلا كبير عمره 4 سنين يعني ما بده كل هذا الحكي كمان يعني. هو رحت عند الدكتور وقال لي وزنه تمام، بس شلون بدي اقول لك يعني، مو مثل الاولاد المولودين كاملين بالتاسع.